شي غالي كل شي غالي، راه الأزمة كاينة علينا على المواطنين وعلى السقاط وعلى كل شي غالي. شي راه ما بقى يعجب هادشي، ما بقى يفرق، راه إلا بقى هكا راه شي ياكل شي. البطاطا بالفرانك 180، البصلة الفرانك فين غادي؟ واش غادي ياكل هاد الدرويش هذا؟ إلا هي هاد الخدمة، كل شي محروق كل شي مشى. الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. اش من سبب راه الغلا؟ حيت ما كايناش الشتا، الفلاح ما عملنا كل الخبز راه ما كاينش، بغيت تاكل البيار كاع وكحو كلشي وكح. ما داش وصلت ل 5000 6000 يلا، واش غادي ياكل هاد الدرويش هذا مسكين؟ يلا الناس راه تدور شاده على السيكر، الناس ما صبت باش تقدا. الحمد لله راه شلا، راه بنادم بغى يهرب وبغينا نقعد البونيه. الله يحفظ. كلشي غالي، كلشي مسعر، كلشي غالي. اش بغيتي غاليه القضيه زايده بيبي هات شويه راك شتي شحال ولا 500 كوره دجاج ولا 400 والفول ولا 300 اللي كان عندنا عام هايد خيزو ولا ب 1000 فرانك. الخضره ما اش غنقول لك 4000 يلاه تديك تعشيك ديك الليله. لا عد المسكين ما عدوش كاع ما كيمشي بلاش. الرحمه ديال الله داكشي الجفاف جفاف كلشي، ما كان ما كانش الجفاف كون حنا برعين الله ما مسوقين كاع داكشي. كون كلشي خدام المواطن دوك مساكن والله راه كاين اللي ما خدامش ولا الخبز ما صابوش. انا بنفسي انا الكره والله ما مخلصو مع اخليها على الله بلا ما نعاود لك داكشي. طلبوا الله عاير ويعاود ثاني هادشي. لا رواد الشتا والله ما نتسوقوا شي حاجه، ناكلوا على الخبيزه. انا قلت لك انا قالت هذاك الدعم ما شديتوش، عدي ديك لاكارت باش نبدل حتى هي ما مشيتش ما عطاونيش داكشي. داك الدعم اللي دوكزو ما عطاوش ليا، ديت لهم هاد لاكارت هادي قالت لا باقا ديك الاولى. قلت لهم الله يهنيكم لاكارت ما تجيش كيفاش تصوي. السوق اليوم كاين الغلاف الخضره ما تيش 240 260 البصله 150 160 180 وخي الزو 80 ريال. كلشي غالي، كلشي غالي. اللحم دابا تيقول 1800، الجزر 1700 18 باش تعبروا الاسمو. هذاك الشيء اللي ما اسمو بحال قلتي لي كل بهايم اللي عارفين كذا 1200 1400 والنوات الدليل له. وهذا الشيء بالزيز اللي ما تاقل مسكين راه شوف اللي ما تاقل تيدي قدو صافي. مشاو الناس للدقيق مشاو ولاو الناس تيديو 10 كيلو ديال الدقيق وعندو 4 ولا 5 تقدر ليه في السيمانه وما خدام ما ردان ما صاب غير الخدمه يدمر في هاد الجبل هادي. ولكن الغالب الله ديك الساعه تدي القبه ديال الخضره كتخلص بها 1200 ريال 1000 ريال هذاك الشيء اللي كاخذ. ما دابا راه القبه راه البطاطا تدي 2 كيلو ديال البطاطا ولا 3 كيلو ب 600 ريال تقريبا، ما تيش تدي 4 كيلو ولا 800 ريال. ايوا راه كلشي خيز الزوز هذاك خيز الزوز ديال الدرهم راه وصل دابا 80 ريال. بطاطا ديال درهم كاين الساعة 30 40 ولا دابا 160 140 كاين اخويا الغلا موجود اخويا الغلا. الهضرو ديال الزيت كان 240 صافي دابا ب 460، كيلو ديال العدس كنا كنبيعو 160 صافي دابا ب 320، اللوبيا كانت 260 ريال كيلو ولا دابا ب 360. الخضرة اخويا راه شاعلة العافية، ما عطيش دايره 180 الفرانك دري واش واش بيع عيش دابا اللي مش ما بقاش يعيش دابا يهز راك. صاحبي السبب الغلا، بنادم ما عندوش دراويش خدام 70 درهم ولا 1800 النهار تيجي تيحطها عند مول المواد الغذائية عند الحال كاينة حتى حاجة. ما القفرة ولا طاحت ب 500 درهم وشتيها معاك راك طاح لك ب 500 درهم ولا